المباريات كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا وتعد بالكثير. الجديد في المباريات بين المنتخبين هو أنه المواجهة الأولى بينهما على الأراضي الجزائرية، وإذا كان المنتخب الوطني لعب كثيرا في جنوب إفريقيا ننتظر فيها الكثير من الإثارة، ننتظر فيها الكثير من الأهداف، وننتظر فيها الكثير. الميدان دائما لعناصر منتخب جنوب إفريقيا مسكين الكرة بشكل رائع في بداية هذه المباراة، ثم الانطلاقة على الجهة اليمنى كيكانا والعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة وتوزيعة كانت أرضية اصطدمت ببن طالب أعتقد الكرة الماضية وتحولت إلى أبولي، سدد بكل قوة على يسار الحارس زغبة من أجل تقديم مباراة كبيرة ومن أجل المرور بشكل رائع. التمريرة من مدني إلى إبراهيمي وجد المساحة خطيرة عندما يأتي من بعيد، وصلت على الجهة اليسرى محمد أمين عمورة، تسديدة خطيرة يا بغداد، أوه يا بنجاح لعبت دور المدافع في هذه الكرة ولم تكن مهاجما أمام تسديدة محمد أمين عمورة التي كادت أراد أن يحولها إلى الشباك ولكنه أنقذ ويليامز. على جهة اليمنى كيكيانا يرسل كرة أمامية، أيت نوري يتفطن بشكل رائع إلى ياسين، ياسين ياسين الآن في منتصف الميدان، إبراهيمي بشكل رائع يغطي الكرة، ياسين هذا المكسب، تمريرة بينية خطيرة، ضاعت ضاعت واحدة من الفرص السانحة للمنتخب الوطني الجزائري بعد تمريرة الفنان والرائع ياسين إبراهيمي. أمين عمورة كان قريبا من افتتاح بوابة التسجيل، لكن يا سلام على ياسين وماذا يفعله ياسين، ركزوا جيدا في ياسين، التمريرة بينية باتجاه بنزية، فرصة وإمكانية، التسديدة صفر للمنتخب الوطني الجزائري. ركزوا استمتعوا، ركزوا واستمتعوا ما يفعله المبدع ياسين إبراهيمي، تمويهه إبداعه حسه تمريراته ونظرته الثاقبة، قدم الكرة بتمريرة حاسمة باتجاه الخطير بنزية. سأحدثكم عن بنزية، أين كان بنزية، كيف عاد إلى المنتخب بنزية ووجد نفسه في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري. بنزية اليوم يوقع الهدف الثاني له رفقة المنتخب الجزائري في مباراتين متتاليتين، والقادم أجمل، والقادم أجمل بالنسبة لبنزية وبالنسبة لإبراهيمي وبالنسبة لعمورة وبنجاح وكل عناصرنا الوطنية. افرح يا بيتكوفيتش، هي مباراة في منتصف الميدان. ضاعت هذه الكرة حذارية، ياسين لمصلحة العناصر الجنوب إفريقية، التحضير على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب إفريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة والكفة بعد خطأ في وسط الميدان، وكرة ضائعة كانت من ياسين إبراهيمي وتصفيقات بيتكوفيتش بهذا الشكل يشجع عناصره فوق أرضية الميدان وكأن شيئا لم يحدث من أجل مواصلة العمل، من أجل مواصلة التألق في هذه المباراة والسعي طبعا لتسجيل أهداف أخرى في غفلة دفاعية أمام قلت منتخب سريع وخطير ومميز أيضا. هنا استخلصت الكرة وهكذا جاء الهدف على الجهة اليمنى، فعلا كانت هنالك الاختلالات موجودة على الجانب الأيمن وذلك استغله جيدا المهاجم الجنوب إفريقي رقم 11 تيمبا الذي سجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب إفريقي. هنا سقط إبراهيم القائد الذي طلب بالمخالفة، وهنا بدأها اللاعب تيمبا إلى الجهة اليمنى رفقة مايامبيلا، حضر بشكل رائع طبعا لإعطاء ما يبحث عنه المنتخب الوطني، منتخب يبحث عن الثقة. هذه الصورة وليد تؤكد على أن الجمهور الجزائري يريد بقوة أن يعود المنتخب وأن يدفع بمنتخب بلاده نحو الأمام، خاصة بعد الخيبات المتتالية في كأس أمم إفريقيا الأخيرة وحتى الإقصاء من المونديال. نشاهد رايان ايت نوري مدني، خرجت الكرة بشكل رائع بين العناصر الوطنية، التمريرات القصيرة الجنوب إفريقية دائما، تيو ماكوانا على الجهة اليمنى، الانطلاقة السريعة لتيم بازواني، حذاري من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية، تسديدة قوية، أوه في منتهى الروعة،
في منتهى الروعة هدف تيم بازواني صراحة في اللقطة والكرة الماضية للمنتخب الجنوب إفريقي. صراحة قلنا بأنه منتخب قوي وقلنا بأنه منتخب متمرس سنستفيد منه كثيرا بشكل رائع. مرة الخطير والسريع تيم بازواني مراوغ باليمنى وسدد باليسرى في سقف المرمى معلنا عن تقدم منتخب جنوب افريقيا بالهدف الثاني. هكذا كانت التمريرة في العمق مراوغة بشكل رائع امام مدني. التسديدة قوية وقوية 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 جدا، لا تصد ولا ترد هذه في اصعب الزوايا بل في سقف المرمى. هدفان مقابل هدف واحد الآن لمصلحة منتخب جنوب إفريقيا قبل دقائق قليلة عن نهاية الفصل الأول والشوط الأول من هذه المباراة. للأسماء الوطنية في الشوط الثاني مع بعض التغييرات اللحظة مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم حيثما تواجدتم، يعلن حكم المباراة التونسي أمير لصيف نهاية مجريات الشوط المباراة الأول. الجنوب إفريقي القوي جدا مثلما تحدث زملائنا محللي التلفزيون الجزائري. الفريقان الجنوب إفريقيان المعروفان بتطبيق الكرة السريعة بينما قطعت هذه فرصة بغداد وحده، فرصة لإبراهيمي في الشباك في الشباك في الشباك. الغزال الأسمر يعود لمعانقة الشباك من جديد، يعود للتألق من جديد بعد تمريرة حاسمة. ياسين إبراهيمي يسجل هذه المرة ويدون هدف التعادل للمنتخب الوطني الجزائري بشكل رائع ومميز في غفلة دفاعية جنوب إفريقية يستغلها المنتخب الجزائري، ويجد إبراهيمي المساحة اللازمة للتسجيل بعد تمريرة حاسمة من قبل من؟ من قبل بن زيا. يسجل ويحضر والانطلاقة سريعة لإبراهيمي، فرصة وإمكانية أخرى بغداد بنجاح، وجه ثاني في الشوط الثاني. التوزيع من بنجاح مرت، ماذا سيقرر المدرب بيتكوفيتش؟ يمكن أن يكون في مكان حسام الدين عوار ويمكن في مكان بن زيا رغم أنه لعب مباراة كبيرة. كرة على جهة اليمنى جنوب إفريقيا، مرور سليم، تسديدة قوية والهدف الثالث، والهدف الثالث للمنتخب الجنوب إفريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة أخرى. مر بشكل سريع اللاعب الذي دخل منذ لحظات إلياس موكوانا، لم تمر على أو لم يمر على دخوله سوى ثلاث دقائق يتمكن من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الجنوب إفريقي. وسط احتجاجات العناصر الوطنية على حكم المباراة، على كل سنرى وسنتابع لأنه الكرة لمست في لاعب منتخب جنوب إفريقيا وغيرت اتجاهها وهذاك اللاعب ربما كان متسلل. سنرى وسنتابع في الإعادة. عندنا هنا أنيس، شكرا لمخرجنا رضوان حاج أحمد. ها هي الكرة أمامكم هنا، صعبة قليلا لأن قدم عيسى مندي كانت متأخرة نوعا ما. هنا فعلا، هنا عيسى مندي كان خلف المدافع الجنوب إفريقي وقدمه كانت متأخرة، وبالتالي أعتقد بأن الهدف صحيح للأمانة بالنسبة لمنتخب جنوب إفريقيا في هذه الكرة الماضية التي اصطدمت برأس المهاجم الجنوب إفريقي. وحكم المباراة اتجاه الكرة وسجل ثالث أهداف منتخب جنوب إفريقيا في هذه المباراة. كرة في منتصف الميدان، رامز زروقي، ياسين بن زيا بشكل رائع إلى الجهة اليمنى، وصلت لعناصرنا الوطنية والانطلاقة تأتينا من قندوسي. تمريرة بينية باتجاه بقرار، منصف بقرار يحاول المرور بشكل رائع، بقرار بن زيا كل يوم من الأهداف الرائعة والخيالية. كيف استقبلت الكرة وكيف استدرت وكيف لعبتها فوق حارس المرمى؟ بن زيا الرائع، بن زيا المميز، بن زيا الخارق في هذه اللقطة بأكروباتية غير عادية في الشباك الجنوبي إفريقية تفرح الحناجر الجزائرية وتوقع ثالث أهداف المنتخب الجزائري. كيف
فبدأت القصة هنا. استقبل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أقدام بن زي التي تكلمت إبداعا في الكرة الماضية ونطقت إبداعا وتميزا. ما أروعك يا ياسين، ما أبدعك يا ياسين بلقطة خيالية. ياسين بن زي يوقع الثلاثية الجزائرية 3-3. مدافع منتخب جنوب إفريقيا، تخرج الكرة بسلام بواسطة اللاعب أوبري موديبا في منتصف الميدان. رايان عيد نوري، سعيد بن رحمة، التمريرة البينية الآن من بن رحمة إلى عيد نوري، تمريرة بينية أخرى صعبة صعبة صعبة، خطيرة يا بقرار. على مستوى الهجوم دائما وكأنه ليس ظهير أيسر، كأنه مهاجم وليد. فعلا فعلا، وهو الذي شاهدناه حتى في البطولة الإنجليزية. أين يوجد مدافعه سياندا كزولو؟ يرسل كرة أمامية سياندا، رائع مدني بالرأس في الكرة العالية، يتفوق باتجاه بقرار، مر بقرار، انطلق الخطير، هي يا بقرار، هي هي يا بقرار، هذه لا تضيع يا منصف، هذه لا تضيع يا بقرار، كنت قريبا من تسجيل رابع الأهداف للمنتخب الجزائري وهدفك الأول. رفقة الخضر، اخطفها بالشكل اللازم، انطلق بالشكل اللازم. على اللمسة الأخيرة يا بقرار، هنا 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 سدد بقرار في الوسط في المكان الذي تواجد فيه رونوار ويليامز من أبرز حراس. رامز الروقي بشكل رائع في منتصف الميدان باتجاه قندوسي، يمر قندوسي بشكل مميز باتجاه الرحمة، المساندة تأتي على الجهة اليسرى لرايان عيد نوري، تمريرة بينية هي في الشباك. لا 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 لا، ضاعت حتى هذه الكرة مع قندوسي. يا سلام على التمريرات البينية والرائعة، وصلت إلى قندوسي، قابل الحارس وجه لوجه رونوان ويليامز ولكنه ضيعها أمام المرمى. يا قندوسي معليش، القادمة ستكون في الشباك. سدد بالشكل اللازم هنا أمام الحارس ويليامز، ولكن الكرة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى لفائدة المنتخب الوطني. هكذا تحصر بيتكوفيتش أن يتحول هجوميا، طبعا المدرب يجربه حتى يبحث عن أحسن بروفايل بالنسبة له وأحسن منصب يلعب فيه من خلال المباريات القادمة الرسمية. بينما التحضير والتسديدة قوية، ما أروعك يا زغبة، ما أروعك يا ابن المسيلة في التغطية هنا والتألق وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية بالشكل رائع. لعبت وحضر اللاعب الخطير جدا مارغومان، والتسديدة جاءت من صاحب الخبرة في منتصف الميدان تيبو.